أيضا من أسئلة السائل يا فضيلة الشيخ يقول: كيفية الاستخارة ومتى يكون الدعاء فيها أفضل، هل هو قبل الصلاة أم بعدها؟ كيفية الاستخارة أنه إذا هم بالأمر وأشكل عليه هل يمضي فيها ويتركه، إنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بعدهما، بعد ما يسلم يدعو بالدعاء الوارد المسمى دعاء الاستخارة. نعم.